أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين جاهزية حزبه وقدرته على مواجهة إسرائيل، مذكرا بالجولات القتالية التي خاضها سابقا معها. وقال صفي الدين إن الحزب كان طوال المراحل السابقة في معركة حقيقية مع الجانب الأمريكي الذي كان يضع الإسرائيلي في الواجهة لتحقيق مكاسب له على حد تعبيره. طوال كل المراحل السابقة نحن كنا في معركة حقيقية مع الأمريكي الذي كان يضع بوجهنا الإسرائيلي ليستفيد هو ويستفيد الإسرائيلي في نفس المعارك التي كانت تخاض بوجهنا. ولهذا كله لا يجوز على الإطلاق أن نغفل عن طبيعة هذا العدوان الذي يحصل.